صباح الخير عليكم. اليوم غادي نقدم لكم انا والرجاء واحد الفطيره ديال التفاح، كتجي سهله ولذيذه وسريعه التحضير، بيضه وحده. ودابا غادي نقدم لكم المقادير. المقادير هما واحد البيضه، كاس تاع الزيت، ربع كاس تاع الزيت، ربع كاس تاع الحليب، سنيده، ربع كاس حتى هي تاع سنيده، دقيق كاس ونص، شويه ديال الزبده. دابا غادي نبداو، غادي ناخذ الزبده غادي ندهنوا بها المقيله. برافو، باش الفطيره ما تلصقش لينا. يلا تري بيان يا رحيدي. دابا كنرشو السكر البني، غادي نرشو واحد شويه. ماشي تكراميليز لينا التفاح الى حطيناه لينا كراميل. دابا غادي نستو التفاح على شكل ورده. يلا فازي اريش. كندير ليها كلشي البلاصه الشنب. صافي تري بيان. هادي غادي نحطوها على جنب بحال هكا. ودابا غادي نصاوبوا الفطيره ديالنا. غادي ناخذوا ان بول، غادي نديروا فيه البيضه. يلا ديري البيضه اريج. تحليها بوحدك. يلا فاس تخير. كنحرقوها في نفس الوقت، كنخوي سنيدة. ما ننسوش واحد القبيصه تاع الماء. نزيد الحليب. يلا حركي مزيان. كيدوب الماء. نزيدو فاني. هذا عارف نحلولك. هذا
سمعي مزيان، انا بديت معاك. اريدك فيهم الزبدة. هكا كنحلو وعاد كنخوي. نحركو مزيان. نزيدو القفلة. تولي لينا كي بحال عجين. نزيدو الخميرة. صافي صافي اخويا وبتيتك. هذا جينا غير هو كيكون شويه تقيل عليه. بما اننا عندنا مقيله غير صغيره ما غاديش نديرو كامل، غادي غير النص ديالو. هاد الكميه غادي نديرو بها جوج تاع الفطيرات. غادي نزيدو شويه ديال السكر، السكر بني غادي نزيد واحد شويه باش يتفرم لي بنزين هكا. غادي نخويها بحال هكا، نديروها كامله نديروها كامله. الا عندكم شويه تاع البلاصه ديروها كامله، ديروها كامله كاع، ديروها كامله باش تجي عالية ماشي مشكل. لكن غادي نديرو ما على جوج، لكن ماشي مشكل. غادي دابا اريجي لي صوبات لكم هاد الفطيرة، غادي تشوفو كيفاش غادي تمشي. كنشعلو عليها النار.